عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الجدي وتوقعات شهر نوفمبر لعام 2020. برج الجدي احنا عندنا شهر نوفمبر مميز جدا جدا، مميز لان عندنا في تغيير، يعني عندنا تغيير في الفكر، تغيير في متطلباتنا، تغيير في مراحل السعي. ولكن انا عايزه اقول نصيحه، وهقولها برضو في فيديو النصائح، وهقول حاجات كتيره في فيديو النصائح، بس عايزه اقول حاجه في البدايه. لازم يا برج الجدي ان احنا نستغل الشهر ده، ولازم ان احنا نحسب لخطواتنا عشان ما نقعش في اخطاء. ليه؟ لان عندنا من خلال التوقعات احنا عندنا احتماليه قويه جدا جدا ان احنا نرجع للماضي بشكل ممكن يسيء لينا، مش كل الماضي اللي ممكن نرجع له يسيء لينا، خاصة لو احنا مرتبطين حاليا مثلا، او الماضي اللي كان ليه علاقة بامور مادية وانا رجعت تاني برضو بعيد نفس الغلطة، مثلا بشتري اسهم معينة في حاجة خسرانة، حاجات يعني ملهاش امان. فلازم نحسب خطواتنا بشكل جيد جدا جدا ونشوف هل احنا الوضع هيستاهل مش هيستاهل، لازم نعمل حسابات بشكل قوي. طيب برج الجدي عندنا من اول الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها، احنا عندنا النص الاول هيكون ايجابي على بعض الاشياء، ولكن النص الثاني ايجابي على بعض الاشياء الاخرى. يعني مثلا الوضع المهني النص الاول هيكون افضل، وعندك اعادة حسابات اللي هيجيب لك نتيجة خلال النص الثاني. النص الثاني الوضع العاطفي عندك هتكون بتستدرك حياتك من جديد، هتكون بتفكر في دنيتك بشكل افضل واحسن، بتحسب لخطواتك بشكل افضل واحسن. فانا شايفة ان هيكون شهر متكامل لافكارك، بس اهم حاجة ان احنا ما نستعجلش في قرارات، في اختيارات. الوضع كمان الدراسي انت عندك تحضير مهم، يمكن عندك عايز تكون حاجة، عايز تكمل شيء، يمكن عايزين ناخد حاجة، نشتري حاجة نكمل بيها الدراسة بتاعتنا، ناخد كورس نزود بيه معلوماتنا، محتاجين نعمل ده، وهيكون عندنا فعلا قرارات ان احنا نعمل ده. طيب برج الجدي الوضع المهني هيكون شكله عامل ازاي؟ عندك في الوضع المهني في فرصة جديدة، هو في فرصة جديدة، بس في فرصة يعني في موضوع ممكن يكون اتقفل انتهى، وعندك موضوع تاني بيبتدي، وانا شايفة ان في ايجابية بالفعل البرج الجدي في الموضوع اللي هيكون فيه بداية. ممكن يكون شغل جديد، بس كتير ممكن يكون زعلان انه ساب الشغل الاولاني وراح لشغل جديد، ولكن هيجيلك خير او هيجيلك رزق، او هيجيلك لو انت مش مرتبط فهيجيلك ارتباط من الشخص او من الشغل الجديد. فشايفة ان دي هتكون في فتحة خير موجودة ان شاء الله. شهر ممتع ايجابي مميز، ولكن في حاجات لازم نخلي بالنا منها. عامة برج الجدي هيكون عندك كمان في الوضع المهني مش ايجابية كده وبس، لا عندك كمان في اشخاص اللي هما بصين لك في كل حاجة، اللي هو انت بتعمل ايه، بيسألوك على كل حاجة، بيسألوك انت بتعمل ايه، دنيتك، الكلام ده. فلازم اخلي بالي قوي قوي. كمان في حاجة تانية مهمة، ان الوضع المهني انت بتتسأل عليه من الناس المقربين عندك، فخلي بالك ان انت تكون بتقول اسرارك، او اللي هو ممكن حاجة تتنظر، خلي بالك كتير وانت بتقول اسرارك دي، خلي بالنا جدا جدا. برج الجدي عندنا كمان شيء مهم قوي عايز اقوله في الوضع المهني، عندك لو انت شغال في حاجة ليها علاقة بالبيع والشراء كحاجة تجارية، لازم اكون حريص جدا جدا اول اسبوع، لازم اكون مش متسرع، لازم اكون اخلي بالي جدا انا بصرف ايه بعمل ايه، عشان خاطر انا ما اقعش، عشان ما اخسرش، عشان لان عندنا بعض الحاجات اللي زي دي. التسرع اساسا مش مطلوب طول الشهر، سواء بقى في امورنا الحياتية او المادية، او ان انا اجازف بحاجة. يعني برج كمان الجدي ده الوضع المهني، كمان في حاجة تانية مهمة، الوضع العاطفي هيكون عندك انك عايز تحسن الوضع العاطفي بالنسبة للناس المرتبطين، هيكون عندك انك يلا ناخد فرصة، او ناخد خطوة جديدة، يلا ان احنا عايزين نعمل خطوة جديدة، عايزين ان احنا يكون في حياة، في زواج، في خطوبة، في حركة، في حاجة بنتقدم فيها. كمان كتير منكم هيكون بتفكر في بيبي جديد، يعني عايزين بيبي جديد، او ان احنا بنفكر ننقل لمكان سكن جديد لو انتم مرتبطين، لو انتم متجوزين يعني بيبي جديد بقى سكن، بتفكروا في حاجة، المهم ان هي تكون مرتبطين او مرتبطة بيكم انتم الاثنين، انتم الاثنين بتفكروا او بتخططوا للموضوع ده، فانتم الاثنين عندكم عايزين نعمل شيء جديد يخلي ارتباطكم يكون اقوى، فعندنا ده جدا جدا. برج الجدي بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين عندنا اقوى فرصة ارتباط،
اقوى فرصه حب، اقوى فرصه ان يكون في سعاده ما بينكم. فعندنا في حب بالفعل موجود يا برج الجدي، يعني في حب هيحصل فيه وعلاقه جديه، يعني كمان في علاقه جديه مش علاقه وهميه، بس يعني يلزمنا كده بعض النصايح شويه. طيب برج الجدي بالنسبه للناس اللي هم منفصلين، طبعا الوضع العاطفي بتكلم عليه بصوره يعني ممكن تكون سريعه لاني هتكلم عليه بصوره مفصله اكتر من كده، وعلاقه برج الجدي مع كل الابراج. الناس المنفصلين انت عندك برضو شويه في جزئيه بتفكر في الماضي، بس بتفكر في الماضي انك ممكن تكون عايز ترجع، ممكن نكون عايزين نرجع عشان خاطر الاولاد، بس في نفس الوقت يعني ممكن تكون تعبان شويه نفسيا، يمكن انت ضغط عليك، يمكن انت عايز تنتقم تاخد حقك، ولكن هيكون عندك رجوع بالفعل في اخر اسبوع. يعني الناس اللي انت بتفكر ومحتار، ولكن هتلاقي نفسك بتغير قرار ان انت بالفعل هترجع. برج الجدي عندك بالنسبه برضو للناس اللي هو اللي عايز يرجع لك ولا لا، لا في كتير صراحه، في كتير عايز يرجع لك، في كتير عايز يقرب منك، وفي حاجه تانية، في طرف ثالث لازم اخلي بالي كويس جدا جدا من الطرف الثالث. ممكن يكون الطرف الثالث ده حد من الاهل، او مش طرف ثالث، حد يعني عايز كمان يتدخل في شؤونك العاطفيه انه يخربها، انه عايز يتدخل في حياتك عشان يعرف ايه اساسيات حياتك وايه دنيتك عشان برضو يخربها. فلازم اخلي بالي جدا جدا. الوضع الاجتماعي اصلا في تدخلات منهم، فخلي بالك كتير جدا، مع ان في عندك تصالح وفي عندك تفاهم، والتفاهم ده ما بينك وما بين العائله اللي ممكن يكونوا مش فاهمين بعض بشكل كويس، يمكن في ضغوط منهم، فيكون في تفاهم وفي تصالح. وعلى فكره وقت حلو جدا جدا للتواصل ما بينك وما بين الاخرين، سواء بقى عائله، سواء اصدقائك، سواء اصدقاء زمان، عندك وقت للتواصل حلو، عندك زيارات عائليه، عندك زيارات كمان لاشخاص اللي انت بتحبهم، فعندك ده، عندك يمكن حد يمكن انت مفكر ان علاقتك بيه اتقطعت، لا هيكون في تواصل من جديد، ده برده موجود. بس على الرغم ان في اشخاص هم باصين لحياتك، هم ظاهريا انا بحب لك الخير قوي، ده انت قلبي من جوه، وهم قلبهم من جوه اسود. لازم نخلي بالنا من القلب اللي من جوه اسود ده، ده بلاك، اسمها ايه، بلاك، لا لا بتاع اللي بيسفلته بالارض، هو ده، هم قلبهم من جوه هو البتاع اللي بيسفلته بالارض، مش عارف اسمه بلاك حاجه كده مش فاكره. عامه يعني برج الجدي عندنا في حاجه تانية عايزه اتكلم فيها، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تهتموا بنفسكم، لان هيكون شويه في حته ان احنا بنسال نفسنا كتير، عايزين نكون معجبين بنفسنا قوي، عايزين عندنا الحته دي، عندك الاحساس ده، عايز تطور من نفسك، عايز ان انت تغير، ان انت تحب نفسك زياده، عايز تكون فخور بنفسك. فخلينا نهتم بنفسنا، نهتم بشكلنا، نهتم بشغلنا، نهتم بدراستنا. ادعوا لي بالنسبه للدراسه، لان انا جالي برد، معرفش باين عليا الصوت ولا لا، بس بسبب ان انا قاعده كنت بعمل الرساله، فاللي هو كنت قاعده ومسلطه المروحه عليا، للناس اللي عارفه انا بحب المروحه مش التكييف، فالمروحه مؤذيه قوي في الوقت ده، مش عارفه ايه اللي دخل الموضوع. عامه يا برج الجدي الوضع الصحي لازم نخلي بالنا جدا جدا، لان في كورونا، الله، عامه يعني نخلي بالنا بالفعل، لان في كورونا، في عدوى، في عندنا انتقالات، وبرج الميزان برضه عنده حذر، ممكن يكون عندي كورونا، الله اعلم، لا طبعا اكيد ما بخرجش اساسا. فلازم يا برج الجدي نخلي بالنا كتير جدا جدا من التحذير، من ان احنا نخلي بالنا من المعاملات، الكورونا، نهتم بحياتنا عامه. عايز اقول شيء مهم، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتم ما تردوش حد على سبيل حياتكم، ارضي نفسك بنفسك، ارضي شغلك، حياتك، كن فخور بنفسك، بعد كده هيجي لك اللي انت اللي يفخر بيك. فخلي بالك ان انت لازم تحب نفسك او تحب نفسك الاول. عندنا اشياء كتير جيده، عندنا وضع بشكل تدريجي جاي. التوقعات الاسبوعيه هتكلم فيها بشكل تفصيلي، ولكن استنوا فيديو التحذيرات والنصائح، لانه اكيد 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 هيكون مهم جدا جدا. برج الجدي انا بحبكم كتير، بتمنى لكم الخير والسعاده والحب والامل والتفاؤل، وان احنا نحب نفسنا. بشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.